الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى وشفينا المقتبى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الناس ملك الناس إله الناس ألف الناس الذي وسد في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخزائن رحمتك صلاة دائمة تدوم بدوام ملكك ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه وما صليناه إلى روح سيدنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابهم أجمعين ثم إلى أرواح العلماء والشهداء والأولياء والصالحين وإلى روح صاحب هذه المناقب العليا ولي الله شيخ عثمان الصديق وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء وحشرنا في زمرة الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نشكو إليك ما نزل بنا من الشيطان وجن وروحان ومرض وألم ووجع وسحر وعين وبلاء ووباء وعناء وتعن وتعاون وجدري وخوف وضعف. اللهم أنت المغيث فاغثنا بغياثك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سلام ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. سلام قولا من رب الرحيم. رضي الله عن شيخ عثمان رضي الله عن كتب سيلان رضي الله عن شيخ عثمان رضي الله عن كتب سيلان رضي الله عن شيخ عثمان رضي الله جلالي في القدم ثم الصلاة على المخصوص بالكرم العالي والصبيح تباهي كلهم على أصيلنا من شر والقدر والكرم هو ذا
بدعوتي إذ ملبي
خير أزماني جيل آت بعد جيل لطول أزمنتي شدات العالمين على بيت إيرك من القوم ذي الورمي فإن ذاك شفاء الله وزماني نور الفحاد وحا بلو بنهر عطا كنت قرة عين غوص أسماني أعدك سدى أزل ما رشدا إلا قولي عبدا بما فكر وعيف لا سيما أنا دمي أردني حائما يا زلة القدمي عن ترك رشد الحياة يا غوزي أزماني من بات في ليلة إثنين والجمعة نبع رولتي بالعزم والخلعات يا نالي حاجتي حي بجاه إصرحا فقل الحوى حجلي ربي بأسماني وأوزت علمك من بالولايتك نلت الفخار بك أبحل وقار تجي من بات رولته بالوجد قد يصعد بنومي مريتي للشيخ أزماني رب الورى جدمي
به أمطال رضوانه لبني رولته وكبير رحمته عن كل نكمته أبال نعمته بجاه أزماني جميع قابر والأشرار ببعد أتولي قربتك رسائي بالمدد لأن ينال لما رموا نالوه من بحر مدى الشيخ عثماني يا من إليه هنا صند الجزاء بؤدي ما ليتريح بنا القبر منشميما نجعت مسجما دموع عين لشما من نفع أزماني فنسعى الله حي قيل حسرتنا وأن يزيل منا ديواني شقوتنا وعدتك بلا ما لا وداوتنا وعدتك بلنا بشيخ عثماني وأنت رد سها ملوريس كنا إلى نفوس ترفت عين وأي مد لنا أمداد أثماني أمي غبارك عادت إلى أولى عرات لهور بدر إذا ما الخلق لله درك يا غازي عثماني مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله رضي الله عن شيخ رضي الله عن كتب السيلة رضي الله عن شيخ عثمان رضي الله عن كتب السيلة رضي الله عن شيخ عثمان رضي الله عن كتب السيلة صلاة بالإباد على النبي الجواد والعالي أهل الرشاد وصعب أهل الجهاد تبالي أهل البلاد من تلعي بدر الرشاد يا حي حي فؤادي بنوره عن ركادي قد عاد كل المعالي بجعده ذي الكمال وزعده عن جمالي
ورشدي حيل العباد. لا زال عبل المدين لكل أهل وعيني في أمر دنيا وديني لنيل كل المراد. يا ربي طهر قلوبا لنا براح المحبة مما سوى الذي ربى بزعد والاجتهاد. وحده يا ذا الجلال بسيط عيدنا والي تواب ذي الأعمال زبت بسبل رشدي. قهار يا متجلي جللنا عن كل ذل عند الشدائد ملي سواك هدر تدادي. أدلك لساني وقلبي بعلب ذكرك ربي بحق هذا المربي مرضي لعيل الأسادي. من كل فاجع عميق يعطوك جيل اشتياقي كعج بيت العتيق من القرى والبوادي. يا مرشدي يا ناصري جبير قصر الأميري يا منجدي يا مجيري لازلت عين البدادي. يا عيوصي ابدا وما قلبي علما ووافعما عملا وأدبا وإلما أقلم بغير انهدادي. بحق عين نهيمي نزيرنا عن جائمي تها عبيم الكريمي علم الهدى خير عادي. شفيع يوم القيامة مفتاح دار سلامة مصباح ذات الألامة رحمة كل للعداد. وبحق قدم الوجود تجاني أهل شهودي وهي بكرم وجودي مهل لدين سدادي. ألقى صلاة سلامي والآل أميت الله أبداني بدين خير أدياني قد قامت بإيماني بغوص الله عثماني. أصلي كل أواني على من جاء بقرآني وهل زنب شجعاني وحوز الله عثماني. ومعبوب رحماني ومعشوق لأناني ومصباح لسيلاني وغوص الله عثماني. ولي ذاكر لله جحي عارف بالله سمي بين خلق الله بحوز الله عثماني. رفيع الوعد والأحد جلي الرفد والسعد علي الزعد والجعد وغوز الله عثماني. إلهي آتنا سهلي كزعمنا من المجل بتعاصي يدي رسلي وحوز الله عثماني. إلهي ياسر أسري من الإفلاس والفقر بصعب صاحب البدر وغوص الله عثماني. وثابتنا على العمل وباحدنا عن الكسل بأبد القادر الجيل وغوص الله عثماني. إلهي شوقنا إله
جنان الخلد مع فضلا بسائر أولي البدلا وغوث الله عثماني إلهي استر لعوراتي كذاك اكشف لكرباتي وكافر كل أمتي بغوث الله عثماني فأبلي خير مناني لقاءك كل أحياني بشاح الحميد ميراني وغوث الله عثماني نجاحي عاد جود لنا بكأس البصل قد يفنى به نفس لنيل منى بغوث الله عثماني إلهي عازلا على فراديس جنان بلا إساب خافع الفللا بغوث الله عثماني إلهي أتنا رغدا أني أعينا صهدا أمدنا هكذا شهدا بغوث الله عثماني إلهي مات أن لنا لقائك دائما بعنا ووفقنا لنيل منى بغوث الله عثماني إلهي سالي الأعلى رسولك خير كل ملا وآلي سبيل الفللا بغوث الله عثماني صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم